يعني عايزه اقول لك على حاجه حصلت يوم الوفاه بتاعت مامتي. انا بقول لها يعني هي اصلا كانت على فراش الموت بقى، وانا كنت في اليوم ده قاعده في بروفه ترابيزه مع حازم فوده المخرج، حتى حازم فاكر اللحظه دي كويس. فانا جالي تليفون وموبايل بايظ واقع على وشه، فبنفتح لازم افتح سبيكر عشان نسمع. فكلموني وقالوا لي الخبر، انا من تبع ميرفت ولا مامي؟ على مامي يعني مامتي انا. فطبعا اللي هو اتخضيت كده، وبعدين قلت له طب كمل بروفه بقى، ده بجد عندي تشاب. قال لي ايه؟ قلت له خلاص كمل بروفه، وانا بعد البروفه انا هتصرف هشوف هعمل ايه. طب ثانيه ممكن اعمل تليفون؟ طب بس انا هفتح سبيكر كذا كذا اوكي. فكلمت ميرفت وقتها، قلت انا هقول لك حاجه وبتاع مش عارف ايه، اصبري ماما ماما تعيشي انت وبتاع. ماما مين؟ انا اللي ماما؟ انت عبيطه ولا ايه؟ فبقول لها ميرفت ركزي معايا يا حبيبي، مامتي انا، ماما انا، ماما منى مامتي. قالت لي ما انا عارفه، بس انا اللي مامتك، انا اللي ربيت. ايوه هي مش عايزه، مش عايزاك تزعلي. هي في اخر ايامها حبيبتي كان برضو اللاوعي، ولما حد يقول لها لا تقول لهم انا اللي مامتها مش هي. يا حبيبتي يعني انتوا الاثنين ماماتي، وهما الاثنين فعلا يعني انا قلت انا هما الاثنين يعني دي مامتي ودي مامتي ده بجد. وانا حتى يوم لما فكرت في الموضوع شويه، هي الام واحده، هما الاثنين ماشيين مع بعض، وانا كنت بقول للاثنين يا ماما. باي ذا واي كانوا عيانين يعني، كانوا تعبانين ولا فجأة؟ ميرفت كانت تعبانه قوي وقعدت في العنايه المركزه 25 يوم، وبعد كده خرجت قعدت معانا شهر وتوفت. ومامتي كانت كويسه جدا، وفجأة توفت وهي قاعده، وهي قاعده وهي قاعده كانت بتتفرج على التلفزيون، وفجأة توفت فجأة طب السنه بدون اي سبب. السنه بقى اللي انت عرفتيها فيها دي وقربت منها، كانت عامله ازاي بالنسبه لك؟ يعني جات لك ازاي يعني؟ هي جات لي، بصي هو عماتي يعرفوا طبعا مكانها، بس ما كانوش بيقولوا، مش هينفع يقولوا عشان بابايا وكده. بس في وقت انا ما كنت عيانه قوي في الفتره دي، انا زي ما قلت حساسه قوي، ودايما لما بزعل جسمي بيزعل معايا، انت برضه شعري انا حوت. كل اللي عيانه ايه فتره حساسة. بسبب ايه؟ بسبب ان في كان عندي ضغط شغل كبير قوي في شغل يعني، وات ايفر كان ايه وقتها. وعيت وجالي فيروس في معدتي. ف بصراحه ميرفت وعمته يعني جابوا، راحوا قالوا، لا هم جابوها، جابوها لك ودخلوا بيها عليك. دخلوا بيها يا قفشت في ميرفت انا بقى يعني. انت عارفه؟ لا خالص. امال قفشت فيها ازاي؟ عارفه العيل الصغير اللي خايف حد يجي ياخده من امه؟ يعني انت قلت لها انت امي ومش عايزه اروح؟ مش كده بس، قفشت في ميرفت. بتقولي دي ماما؟ عرفتي دي السنه دي تعوضي كل المشاعر بتاعت؟ مفيش حاجه هتعوض، بس لا انا يعني سامحتها، وده كان اهم حاجه. بصي هقول لك على حاجه، سامحتيها على ايه؟ سامحتها على ان هي كان في ايديها بنتها، وبنتها مش معاها يعني على فكره دي مش حاجه حلوه خالص. طبعا طبعا دي حاجه مش حلوه خالص. طب انت هي شافتك وحست ان انت بنتها او شبه بنتها؟ لا هو انا بنتها لسببين، انا في علامتين في وشي متعوراهم معاها وانا بيبي يعني، بتاعت خدي دي، هي متاكده دي ان انت وفي بقي دي. لكن انت لما شفتيها دي بقى، دي انت لما شفتيها، وانا زي ما انا ما اتغيرتش على فكره، ان انت صغيره انا زي ما انا، نفس ملامح وشي، نفس شعر، نفس كل حاجه. انت وانت صغيره مش عارفه سيخ مشوي دخل في خدي، حصل لا انا وقعت على الشوايه، فسيخ خرج من هنا. يا نهار ابيض، ودي فاضيه عندي حته هنا في خدي فاضيه، مش مهم. دي حوادث يا جماعه لطيفه بنعدي بيها في الطفوله.